الرحمن الرحيم. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذ ما ينذرون. صدق الله العظيم. أيها الشعب العراقي الكريم، لا يخفى على الجميع إنما يقوم به الثوار من حملات دعم من تحفير وتعقيم وتوفير السلة الغذائية للفقراء، إنما هو حرص منهم على محاربة فيروس كورونا وكسر تفشي ودعم أخوانهم من العوائل المتضررة بسبب حظر التجوال، وأن هذه الحملات تجعل الثوار قريبين من جميع المواطنين وبالأخص الطبقات الفقيرة والمحرومة من أبسط مستلزمات الحياة الكريمة. الأمر الذي بدأ يستشعر به الثوار خطورة الموقف على المدى القريب، حيث وصل الحال عند الفقراء بالتفكير في كسر الحظر محاولة منهم للعودة إلى كسبهم اليومي، وأن هذا الأمر سيؤدي بالنتيجة إلى انتشار الوباء ليأخذ منا المزيد من الأحبة. ومع كل هذه المؤشرات الخطيرة، نرى أن الحكومة وأحزابها الفاسدة لا تبادر بما يتلائم وخطورة الموقف، وأن أصحاب القرار يقفون عاجزين عن حماية المواطنين في الوقت الذي يحصنون أنفسهم من هذا الفيروس اللعين، حيث لم نرى منهم إلا ما يدعو للخجل والعار كسرقات لثورات البلد لأكثر من 17 سنة وظلم لأبناء الشعب وقمع لمخالفيهم، وكان آخرها استهتارهم الواضح عندما اجتمعوا ليناقشوا خلافهم على منصب رئيس الوزراء، تاركين وراءهم شعبا يواجه الموت ببطون فارغة أمام وباء كورونا، هذا الفيروس الذي فضحهم أكثر من قبل، حيث بين الأعمال المقصود في القطاع الصحي ومن قبله الاقتصادي. وعليه فإن الثواب بالوقت الذي يحذرون مما هو قادم، فإنهم ينذرون الحكومة باتخاذ خطوات تناسب الحدث، وأهمها 1- تخصيص منحة مالية لا تقل عن 250 ألف تدفع للعوائل المتضررة من جراء الحظر. 2- رفض الحصة التموينية بالمواد الأساسية وتوزيع كمية تكفي لسد حاجتهم الشهرية، وبخلافه فإننا سوف لن نقف مكتوفي الأيادي أمام صراخ الفقراء، ونحذركم أن ثورة الجياع لن تكون أقل واقعة من معركة الطف. وقد أعذر من أنذر ثوار العراق. عاش العراق! عاش العراق! عاش العراق! عاش العراق! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. اليوم الموضوع مشاهدينا الكرام عن الأعداد الحقيقية، أو الحديث عن الأعداد الحقيقية لمصابي كورونا في العراق. وهناك تقارير من وكالة رويترز للأنباء تتحدث عن أن الحكومة تقوم، أو الجهات المختصة في العراق تقوم بإخفاء الأرقام الحقيقية لتفشي فيروس كورونا، وبالتالي هي تحاول تقليل حقيقة الأضرار الواقعة على العراقيين نتيجة تفشي هذا الفيروس. بداية نعلن الأرقام التي ظهرت في 24 ساعة الماضية. وزارة الصحة أعلنت تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وأضافت الوزارة أنها سجلت 4 إصابات في البصرة، 9 في النجف، 12 إصابة في ذي قار، وفي أربيل سجلت 3 إصابات. سجلت كل من التأميم والمثنى والأنبار وبابل إصابة واحدة لكل منهم. وأشارت الوزارة إلى أنها لم تسجل أي حالة وفاة، فيما سجلت 24 حالة شفاء. طيب، أيضا أشارت الوزارة إلى أن مجموع الإصابات بلغ 820 إصابة، فيما بلغ مجموع الوفيات 54 وفاة، أما مجموع حالات الشفاء فقد بلغ 226. هذه الأرقام التي تخرج يوميا. طيب، وكالة رويترز قبل يومين قامت بنشر شككت حقيقة، هي تقرير شككت فيه بالأرقام المعلنة من قبل الحكومة في العراق،
بشأن أعداد الإصابات بفيروس كورونا. نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين في وزارة الصحة العراقية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس يفوق بالآلاف عن الرقم المعلن من قبل الحكومة، فيما أكدوا أن السلطات الحكومية تمنع الطواقم الطبية من الحديث لوسائل الإعلام عن الأعداد الحقيقية للمصابين. بعد هذه الخطوة وبعد هذا التقرير الذي خرج من وكالة رويترز، علقت هيئة الإعلام والاتصالات عمل وكالة رويترز في العراق لمدة 3 أشهر على خلفية نشرها تقرير يفيد أن أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في العراق أكثر من تلك التي تعلنها وزارة الصحة. فرضت هيئة الإعلام والاتصالات غرامة مالية على وكالة رويترز قدرها 25 مليون دينار عراقي، أي ما يعادل 20,000 دولار أمريكي، واتهمت الهيئة وكالة رويترز بمخالفة لائحة قواعد البث الإعلامي من خلال نشر أعداد المصابين في العراق. طيب، هذه ليست الحالة الأولى في العراق التي تقوم بها هيئة الإعلام والاتصالات أو الجهات الحكومية بعملية كتم الأفواه وعملية التعتيم الإعلامي الذي تقوم به. هي تقوم بهذه الخطوة منذ الاحتلال ولغاية هذه اللحظة ولا تفصح عن حقائق كثيرة. نتساءل هنا، أليس من واجب الوسائل الإعلامية، وسائل الصحافة والإعلام المنتشرة في العراق إن كانت عراقية أو غير عراقية، أن تكشف الحقائق؟ لماذا تستمر السلطة الحاكمة في بغداد أو أحزاب السلطة بعملية تكميم الأفواه وعملية إخفاء الحقائق الموجودة في العراق؟ الجميع أو أغلب بلدان العالم وصلها فيروس كورونا، لماذا تنتهج سلطة المنطقة الخضراء سياسة إخفاء الحقائق؟ هي أيضا لم تقم بالتجهيزات اللازمة لمكافحة هذا الفيروس، لماذا تستمر بانتهاج السياسة القمعية حتى على الجهات الدولية وحتى على المنظمات الحقوقية الدولية إن كانت تعمل في العراق بمنعها من إيصال الحقائق إلى العالم؟ طيب، معنا اتصال الآن. السيد حسين من الحويجة، تفضل. ألو، السلام عليكم أخوي العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ زين إن شاء الله. الله يسلمك. حسين صوتك غير واضح. الحمد لله. أسمعك، تفضل. إحنا من حسين. حسين صوتك غير واضح، أنا أشكرك للمشاركة وأعتذر منك، حاول الاتصال مرة أخرى حسين، ربما سيكون هناك فرصة أفضل بالحديث معك. إذا المشاهدين الكرام، الأعداد كما ذكرت وكالة رويترز وفقا لحديثها مع مسؤولين في وزارة الصحة داخل العراق أن الأرقام التي تعلن هي أقل بالآلاف أو أقل بكثير عن الأرقام التي توجد حاليا في العراق، الأرقام الحقيقية والتي تقدر بالآلاف مقارنة بهذه الأرقام التي تعلنها وزارة الصحة. ما الغريب في أن يكون أعداد المصابين في العراق بالآلاف نظرا لعدم وجود نظام صحي قادر على حماية العراقيين، نظرا لترك السلطات الحاكمة في العراق الحدود مفتوحة مع إيران، البلد الموبوء الذي جاء منها الكثير من المسافرين دخلوا إن كانوا عراقيين أو إيرانيين، ولغاية اللحظة تستمر حركة الملاحة الجوية والحدود البرية مفتوحة بسبب سيطرة الميليشيات عليها. ما الذي يمنع أن يكون هناك فعلا آلاف المصابين في العراق نتيجة فيروس كورونا؟ لماذا لا تقبل هيئة الإعلام والاتصالات أو الجهات الحكومية بشكل عام أي طرف يسعى إلى كشف الحقيقة داخل العراق؟ ولماذا يتحدثون عن الديمقراطية إن كانوا يواجهون كل قناة فضائية أو كل مؤسسة إعلامية أو صحفية بعملية إغلاق وفرض غرامات والاعتداء على كوادرها؟ وشاهدنا في بداية التظاهرات كيف قاموا بإغلاق مكاتب بعض القنوات الفضائية العربية والمحلية، وكيف اعتدوا على كوادرها، وكيف اعتدوا على الأجهزة وقاموا بالتكسير وقاموا بتدمير المكاتب، وذلك لأن هذه القنوات أو هذه المؤسسات كانت تتحدث عن ما تفعله أو ما تقوم به القوات الحكومية أو الحكومة بشكل عام تجاه العراقيين من قمع واعتقالات واعتداء على المتظاهرين أو الثوار بشكل عام. محمد من الناصرية، تفضل. محمد. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
بيك وبارك وبارك على نفسكم الطيبه وجهودكم الطيبه ووصولكم للحقيقه الله باول. اي والله نعم. احنا مشكله يعني كل الشبيه نعم. يعني واعي هنا يعني بالناصريه نعم. هون جاي يحاربون الناس برزقها، يعني الناس 24 ساعة. نعم. فقدنا الاتصال مع محمد من الناصرية، يبدو أن هناك مشكلة بالاتصالات. أبو زكريا من كركوك، تفضل يا أبو زكريا. فقدنا الاتصال مع السيد أبو زكريا أيضا. يبدو أن هناك مشكلة حقيقة في الاتصال. طيب نقرأ بعض الرسائل الواردة على صفحة القناة على الواتساب. أو رقم القناة المخصص لهذه الخدمة. هناك الكثير من الرسائل، نبدأ مع أول رسالة لدينا. السلام عليكم، أنا والدة معتقل، والله تعبنا يا حكومة، حسوا بينا إحنا الأمهات والخوات والزوجات والأطفال. الله أكبر، حسوا بالسجناء، كافي ظلم، كافي، فرحوا شعبكم ولو مرة بحياتكم. في رسالة أيضا، السلام عليكم، إبراهيم من صلاح الدين يقول: أخي محمد، نطالب عبر قناتكم الكريمة من شيوخ عشائر العراق وعلماء الدين الضغط على الحكومة بإطلاق سراح المعتقلين والمغيبين خوفا من انتشار فيروس كورونا في السجون. في رسالة يقول أحد المشاركين: مرحبا، أو نبدأ من الرسالة الأولى، يقول: السلام عليكم، أنا عندي سجين أخويا من 2006 ولحد هسه ما طالع، وحاليا موجود في سجن بغداد التاجي، محكوم بتهم كاذبة وباطلة وعدم وجود أدلة ضده. هو ضابط في الشرطة، في شرطة واسط مديرية المرور العامة. أرجو إطلاق سراحة، يوجد فيه أمراض سكر وضغط وتضخم في الدم، ونخاف عليه من مرض كورونا. أرجو منكم أن توصلون صوتنا. إحنا طبعا ليست بسلطتنا طبعا إطلاق سراحة، هو يطالب منا أن نطلق سراحة، ليست بسلطتنا. يقول: هل يشمل العفو الأربعة إرهاب؟ أيضا لم يصدر توضيح بهذا الشأن بعد، لم تكن السلطة واضحة، وكل ما حصل هو اقتراح وجهه برهم صالح. طيب نستقبل الآن اتصالات ثم نعود مرة أخرى. من معنا؟ آية من الناصرية، تفضل يا آية. وعليكم السلام. أهلا وسهلا يا آية، تفضلي. والله ما يصير، هذا ليش جاي يصير بالعراق؟ ناس خونتين وثلاثة. نعم، مرحبا أستاذ. نعم. تفضلي. والله ما يصير، والله ما يصير هذا جاي يصير بالعراق، خونتين وثلاثة وناس قاعدين عشراتي. نعم. والله ما يصير. يعني هذا الجاي يصير بالعراق كله حرام، ليش الحكومة ما يعطون حق هذول الشهداء؟ راحوا هيك يعني، شو استفادوا؟ طيب عمر الورود، والله حرام عليهم. نعم. والله حرام، مو هذا فيروس كورونا فوق الغيم مال العراقيين اجى النوب عليهم، والله ما يصير هالشيء. آية، تتوقعين الحكومة دا تعلن والله الأرقام الحقيقية للمصابين بفيروس كورونا؟ تعتقدين أن الحكومة دا تعلن حقيقة الأرقام لو دا تخفي عن العراقيين حقيقة هاي الأرقام؟ نعم جاي تحكي، ها كلها أصلا دعايات على العراقيين يردون بس تكون نعم يردون بس دعايات، بس دعايات يردون يعني تحرير قعدة ناصرية، يردون بس يقعدون هسه لما وجدت الوضع يردون يحبون على الحبوب يحبون الصين، يعني والله ما يصير هذا. لا والله يعني هويتين وثلاثة والناس الفقراء تاعت الجوع، والله ما يصير هالشيء. نعم. شكرا يا آية من الناصرية. أبو محمد من واسط، تفضل يا أبو محمد. سيد أبو محمد من واسط موجود؟ أبو محمد، يبدو أن أبو محمد غير موجود. طيب نكمل قراءة الرسائل المشاهدين الكرام. في رسالة من السيد أبو حاتم من الموصل يقول: السلام عليكم، تحية طيبة لك أستاذ محمد وللجميع. يقول: العصابة التي تسلطت على رقاب العراق وشعبه بواسطة الاحتلال الأمريكي البغيض خدمة لإيران المجرمة
لا تترجى من هاي العصابة خير إلا الدمار، والله لهم بالمرصاد، سوف ينتقم منهم هم وأسيادهم الأمريكان والإيرانيين بهذا الوباء. شكرا يا أبو حاتم. في رسالة لدينا من أحد المشاركات، لم حقيقة لم تذكر الاسم، تقول السلام عليكم، الله يخليك، هذا قانون العفو يشمل منو؟ أترجاك جاوب، وش وقت يطلعوهم؟ لأن راح نموت من القهر. لم يتم توضيح هذه الفقرة يا أختي المشاركة. حقيقة كل ما حصل هو مجرد يعني اقتراح قدمه رئيس الجمهورية، ويعني لم حتى يقوموا بأي إجراء حقيقي لإخراج المعتقلين من السجون، وليس هناك أي توضيح بهذه النقطة. تحية طيبة إلى قناة الرافدين وكادرها الخيرين المثقفين. أخي الكريم، هل سمعت يوما ما العبد صار بي حظ؟ فالعبد يبقى عبد، فهم عبيد إيران، فلتعلم إيران أن العراق سيرجع إلى أحضان أشقائه العرب. إننا عائدون، أخوكم منذر المالك من البصرة، وأتشرف بقناة الرافدين، سلام الجميع. شكرا لك يا منذر. في رسالة أو اتصال؟ طيب، أحمد بن صلاح الدين، تفضل يا أحمد. هلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، حياك الله أحمد، أهلا وسهلا، تفضل. أستاذ محمد، أنا عندي أخي موقوف من صلاح الدين. نعم. إيه، لا علي تهمة، لا علي، عنده اعترافات كاذبة من كثرة التعذيب، ومن ليه مكسرين من ضلوعه، مشوهين كهرباء. طيب، يعني أثناء المحكمة أجوا جماعة يشهدوا له، القاضي طردهم. نعم. والعشرة لا من عشائر ولا دوائر حكومية، من وطني كيتو. نعم. إيه، وخمسة وثمانين سنة، يعني هذا بيا قضاء صاير، بيا زمن. نعم يا أحمد. عماله، يعني ما عندي حتى أنا أتوكل له محامي. الله يعينك. إيه، ويعني الناس عشائر، يعني تشفق العشائر ولا الحكومة ما. نعم. إيه. نعم يا أحمد، رسالتك وصلت. أنا أشكرك للمشاركة أحمد من صلاح الدين. نكرر كالعادة مشاهدينا الكرام، أن موضوع المطالبة بالعفو العام هو مطلب عراقي جماهيري واسع، نظرا لأنه هناك الكثير جدا من المعتقلين في سجون الحكومة والميليشيات. نعم، ليس موضوع الحلقة، لكن كما قلنا في الحلقات السابقة، هناك ضغط كبير في الرسائل وفي المتصلين، ولا يسعنا سوى أن نستقبل الجميع لطرح ما لديهم. وحقيقة نحن نتفهم معاناة عوائل وذوي المعتقلين والمغيبين، وهذا حقهم طبعا، وإن شاء الله نكون المنبر الذي يتيح لهم هذه الفرصة بالتعبير عن ما في داخلهم أو طرح معاناتهم، لعل وعسى يكون هناك من لديه القدرة أن يتدخل لمساعدتهم. لكن نذكر هنا مشاهدينا الكرام، موضوع الحلقة لهذا اليوم هي عملية تكميم أفواه مستمرة من قبل الأحزاب الحاكمة في العراق، الحكومة بكافة صنوفها وبكافة جوانبها. هيئة الإعلام والاتصالات علقت عمل وكالة رويترز لثلاثة أشهر، لأن الوكالة قالت بأنه أشخاص داخل وزارة الصحة في العراق يقولون بأن أعداد المصابين بفيروس كورونا تفوق بآلاف ما أعلنت عنه السلطة حتى هذه اللحظة. ما الذي تسعى إليه الحكومة في بغداد من عملية إخفاء الأرقام الحقيقية للمصابين؟ هل تريد أن تثبت للعالم أنها مسيطرة على الوضع؟ كيف يمكن لها أن تسيطر على الوضع في العراق وهي لا تمتلك نظاما صحيا أساسا، وتارك الحدود مفتوحة مع بلد موبوء يدخل منه المسافرون برا وبحرا وجوا، ولا مشكلة هناك في ذلك، ولا هناك قيود أصلا، وليس هناك تدقيق على القادمين من إيران؟ هل فعلا العراق يخلو من فيروس كورونا سوى بهذه الأعداد التي أعلنتها وزارة الصحة، أم أن الأعداد الحقيقية تفوق بآلاف ما أعلنت عنه الجهات الحكومية؟ من معنا الآن؟ السيد محمد من الناصرية، تفضل.
السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك وحيي قناتكم المفضله المباركه. الله يسلمك استاذ محمد. هو بالحقيقه يعني هم فعل يخفون الارقام يعني يخفون الاعداد. نعم. اصابات بالاعداد والوفيات، ولكن شنو ما ينطون الحدود مفتوحه. نعم. ايران طبعا الابن المدلل هذا طبعا ما يسد، هي هسه مفتوحه جوا وبرا وبحر، هسه الحدود من كل النواحي هي مفتوحه، ما ينتشر العدد وما يزيد العدد بالعراق، ولكن يخفون الحقيقه وما يقولون بقي الحقيقه. هسه شوف الناس، بينما هم هسه كتلوا الناس من الجوع. شوف يعني الناصريه صح طلقوا النار، طلقوا اطلاقات نار على المتظاهرين. نعم. الحبوبي ومصاوب بهم وقتله في سبيل الله. يحرقون الخيام. ارادوا يحرقون الخيام اليوم مال المتظاهرين. نعم. يعني هذا السبب هم حتى الناس بعد ما تحكي، اولا كتب زين هجموا على المتظاهرين اليوم هاي الشغب. المنافقين المجرمين ذولا قوات الشغب والميليشيات. رصاص الحي اليوم هذا يحرقون خيامهم بس. نعم. المتظاهرين تصدوا لهم ورجعوهم وردوا قائدين بالفشل، لان هم ما ينسين ان شاء الله عزمهم. نعم. طلعوا لهم من كل مكان ورجعوا. شلون فيا استاذ محمد؟ وبعد شوف يعني تسمعون. نعم. انوالي علي بن ابي طاهر، علي بن ابي طالب يقول لو في وقولي ال لن احفظ. طيب سيد محمد انا اكتفي معك بهذا القدر، وصوتك غير واضح. طبعا استمعنا في بدايه الحديث الى صوت واضح لكن بدا يتقطع. انا اشكرك شكرا جزيلا للمشاركه، وضحت الفكره. هدى من الانبار تفضل يا هدى. هدى نص صوت التلفزيون رجاء. هدى من الأنبار. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. نص صوت التلفزيون يا هدى رجاء. هدى. والله يعني أنا أنا وياك. تفضلي. أقول لك أنا والله ما أنا شيء، بس أنا من هاي أمراض انتشرت في فيروس كورونا عمود السجن. طيب شنو الموضوع؟ والله الموضوع اللي حد ما سمعنا هذا الموضوع، قالوا من أربع أرهاب ما يطلعون. نعم. يعني قالوا فقرات يعني هذا الأفلام، بس ليش يا أخوي يعني مود هذا الأفلام يعني يطلقونها صراحة السجن أطيع يعني شنو ذنبهم؟ نعم. والله من سمعت امي وهذا الموضوع والله كل مره صارت مريضه. نعم الله يكون بعونكم. كلش والله شقلك. الله يكون بعونكم. والله احنا نريد بعفو العام نطلب لا تشوف بعفو العام على مود هذه امراض فرص كورونا انتشرت في السجون كلها. نعم. الله يفك اسرى جميع المعتقلين الابرياء. انا اشكرك يا هدى. شكرا جزيلا للمشاركة، وصلت الرسالة. كما قلنا مشاهدينا الكرام، مطلب جماهيري واسع، ليس اليوم وليس البارحة، ليس منذ ظهور فيروس كورونا في العراق أو في العالم. المطالبة بإخراج المعتقلين أو إطلاق سراح المعتقلين والإفراج عن المغيبين وكشف مصير جميع من أخفته الحكومة والميليشيات هو مطلب عراقي منذ الاحتلال ولغاية هذه اللحظة، لأنه يقبع في سجون العراق أعداد كبيرة جدا من المعتقلين الذين يواجهون تعذيبا شديد وظروف غير إنسانية وغير صحية في التعامل معهم. وبالتالي موضوع فيروس كورونا هو نعم خطر متزايد على المعتقلين نظرا لاكتظاظ السجون، لكن هذا لا يمنع أن السبب الحقيقي والمطلب العراقي الشامل، يعني جميع الفئات العراقية لديها معتقلين ولديها مخطوفين ولديها قصص إنسانية كارثية حقيقة، يطالبون بإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء أو معرفة مصير أبنائهم نظرا لإخفاء السلطة
كثير من انتهاكاتها وانتهاكات قواتها أو ميليشياتها. أبو زهراء من العمارة، تفضل يا أبو زهراء. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلون صحتك؟ الحمد لله، حياك الله. أستاذ محمد، هي مو غريبة عليهم هذولا لما يكذبوني. نعم. يخفون إحصائية، يعني هاي مو جديدة عليهم، صارت من حين الاحتلال لحد الآن هم يكذبون على الشعب العراقي. نعم. هم هاي صار من فترة كلها كذب كذب كذب، وخفوا شركات وخفوا أشكال وألوان. هي بقت على العسل والمتوفين بمرض كورونا. نعم. هاي عندهم. طيب خلينا نحكي بالمنطق يا أبو زهراء، خلينا نحكي بالمنطق، نقول هل العراق عنده نظام صحي قادر على أنه يسيطر على تفشي فيروس كورونا هاي كبداية؟ نعم. سيد محمد، أني سيد محمد، هي دول العالم العظمى مثل إيطاليا، نعم، روسيا، أمريكا نفسها، الصين في حداثة لا تلقى علاج ولا تقدر تقضى عليه، والصار اللي صار وإحنا الإعلام مالهم وشاي شوف الأعداد بينها وشوف وين وصل عددهم. هو العراق تروح للمستشفى يقول لك روح جيب علاجك من الصيدلية. طيب زين، منيحهم هذا شنو يعني؟ جابوه من شنو؟ هلا يردون يسبتوهم على انه احنا يا ترى قاضين، احنا حكومة قادرين على كل شيء. لا، انت ذا قادر على كل شيء، افتح الكمية اطيها للشعب ما ثلاثة اشهر. نعم. اخيرة متعففة ودي لها 250، هاي وحدة. بعدين انت الحدود مضروبة بالفيروس وهم الان. نعم. انت اللي جبته. هل معروف عن النظام اللي موجود بالعراق من 2003 انه هو نظام يقول الحقيقة؟ نعم. انه هو نظام صادق يتعامل ويا العالم ويا العراقيين بصدق، حتى الناس تقول نعم كلام السلطة كلام صحيح. هل فعلا الحكومة في العراق او حكومات الاحتلال هي حكومات صادقة؟ نعم. بالتعامل مع العراقيين؟ لا استاذ محمد، انت لو تسمح لي خلنا نخدم جنابك. انت واحد بالاميه لا يقرا ولا يكتب ويسيله على اسلوب النظر، يا واحد اثنين ثلاثه اربعه يقول لك ناس تسمع. نعم. الكلمه ولا الايران هذا ولا الامريكا، ناس حاطين الاجياب، ناس يحبون مصلحتهم، ناس قضيتهم نهائيا. انا واحد من الناس رحت لايران للزياره أكثر من مرة، وشفت ما شفت الإيران، والله العظيم يلعب النفس. شفت. نعم. شلون ما أدري شلون ما أدري. آخر شعب. نعم. شوف لحد الآن هسه تشوف المحافظات مالتنا. شوف الناس يمكن ذاك من ذاك اللي يروح للسوق يجيب له حاجة ويرجع، ليش؟ نعم. هاي ثقافة إيراد لبس حكومة نظيفة. إيراد لحكومة نظيفة. نعم يا أبو زهراء، أنا أشكرك، أكتفي معك بهذا القدر، شكرا جزيلا. معنا الآن السيدة أم أمير، تفضلي يا أم أمير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عن مرض كورونا. نعم. أنا عن مرض كورونا أخاف على أخوي بالسجن، موجود حاليا في سجن بغداد. نعم. بالتاجي، وهو لأسباب عنده مرض سكر، عنده ضغط وتضخم في القلب. نعم. وليد الأطلاق صراحة، لأن أسباب عنده هو لأن المحامي يمشي بشغلته وما عنده لأن هو فراج علي، لأن وفراج علي ليش ما طلع الحد هسه؟ أطلاق صراع الحد هسه، دقينا اسمه بالحاسبة ورحت للحاسبة دقوا اسمه اللي إخلاء سبيلة وبقى في السجين، وأنا نقلوه هسه نقلوه للسجن التاجي، هو كان في سجن الرصاصة. ما سألته ليش انه هو عنده اخلاء سبيل وبعده بالسجن؟ سألت ما يطول السؤال، يعني اسأل الوزراء، اسأل المدير السجين، مخبر السجين، ما يعطيني جواب. شو يقولوا لكم يا ام امير؟ شو يقولوا لكم؟ يقولوا روحي وزارة العدل، اروح لوزارة العدل يعني ما يقدمون، اودي المحامي ويا المحامي يشتغل وماكو، اسأل فلوس ما القى الجواب يمه. نعم نعم.
وليد بنتكم وهذا يعني مظلوم ويتيم الابوين ما عنده احد وبس انا عنده يعني بس اخذ. نعم نتمنى صوتك يوصل يا ام اميره. انا اشكرك للمشاركه. نعم. هذه الرساله ناس كما استمعتم هناك طبعا مثل هذه الحالات كثيره من لديه اخلاء سبيل او افراج ولا يزال في المعتقل ولا يعلم السبب ولا يعلم احد من ذويه السبب الذي يجعل السلطه او الميليشيات تتمسك بالمعتقلين وتبقيهم في المعتقلات. السيد ابو احمد من الموصل تفضل. ابو احمد ابو احمد ابو احمد تسمعني؟ اسمعك اسمعك. تفضل يا ابو احمد حياك الله. صوتك غير واضح يا ابو احمد. ابو احمد اي نعم اسمعك. تفضل يا ابو احمد. صوتك غير واضح. عاود الاتصال مرة أخرى يا أبو أحمد. أنا أعتذر منك وأشكرك. أبو زكريا من كركوك فقدنا الاتصال مع السيد أبو زكريا. طيب نذهب الآن مشاهدينا الكرام إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، يبقى معنا. وقعدوا بالبيت وكل شيء يوصلكم من الحصة. هاي الحصة هاي الحصة زيت وشكر. هذه زيت وشكر حصلنا، راح نسوي حلاوة وناكل. لا معجون لا أبد. هاي وقعد بالبيت وإحنا كل شيء نجيب لك. هاي الشكر وهذا الزيت. الله وكيلكم كل شيء ما حصلنا. هاي اقعد بالبيت. هاي قعدنا بالبيت يلا راح ناكل دين وشكار ومرض كورونيا ويوميا يمددون التجوال. وش تاكل هاي العالم عمي؟ افتح. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. شر البلية ما يضحك طبعا عندما نشاهد هذا التهكم من قبل العراقيين على المواد الموجودة في الحصة التموينية الغذائية التي تعطى لكل عائلة عراقية كما تابعتم بهذه الطريقة، مادتان فقط الزيت والسكر، وما الذي يمكن لعائلة أن تفعله بهاتين المادتين زيت وسكر؟ يعني حقيقة لا نفهم ما الذي يمكن أن يطهى بهاتين المادتين. هكذا يتم التعامل مع العراقيين مشاهدينا الكرام في أحلك الظروف وفي فترة فرض حظر التجوال على الفقراء وعلى المحتاجين وعلى من يعمل عمل يأخذ عليه أجر يومي فقط يعيل به عائلته، هذا ما يعطى له. وطبعا ليست دائمة وليست مستمرة، غير ثابتة، طبعا تأتي شهر وربما شهرين أو ثلاثة لا توجد هذه المادة الغذائية. أين استعدادات خلية الأزمة وأين استعدادات الحكومة بشكل عام لمواجهة هكذا ظروف قاسية تمر على العراقيين؟ لماذا لا يتم التعامل مع الموضوع بمسؤولية أكبر وبجدية أكثر وإعطاء العراقي المحتاج ما يحتاجه لكي لا يخرج ويكسر حظر التجوال؟ هناك من لا يزال يلوم العراقيين على ما يقومون به من عملية كسر حظر التجوال والخروج بحثا عن عمل أو استمرار بعمل أو بحثا عن طعام على سبيل المثال. ما الذي يمكن أن يفعله رب أسرة وهو يجلس في بيته بلا طعام بلا شراب ويرى أطفاله جوعا ويرى زوجته جائعة ولا يقدم لا يستطيع أن يقدم لهم شيء، لا يعلم من أين يأتي بالمال ولا من أين يأتي بالطعام؟ لم تفكر أحزاب السلطة بوضع المعتقلين أو بوضع المحبوسين في بيوتهم والمعتقلين كذلك، لم تفكر بهم مشاهدينا الكرام. وبالتالي الوضع كما نشاهد وهناك حاجة مستمرة وملحة من كافة شرائح المجتمع العراقي لأن نسبة المحتاجين والفقراء كبيرة جدا بالملايين مشاهدينا الكرام. من معنا الآن؟ نعم السيدة أم محمد من النجف. تفضل يا أم محمد. أم محمد من النجف
موجودة؟ طيب فقدنا الاتصال. السيدة رقية من البصرة، تفضلي يا رقية. رقية. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. تفضلي. والله يعني فقرة وقاعد يتشار يعني ويسامع يسكت. الصوت غير واضح، الصوت غير واضح، هناك مشكلة بالاتصالات منذ بداية الحلقة حقيقة، يعني نحاول أن نفهم المتصلين. حاولي الاتصال مرة أخرى يا رقية. طيب نقرأ رسائل الواردة مشاهدينا الكرام. كما نقول هناك من يحاول الاتصال ونقول أن هذه الخدمة غير متاحة للاتصال. في رسائل واردة، أحمد من كركوك يقول نطالب بعفو عام. في رسالة أخرى لدينا، السلام عليكم، مقترح العفو الذي اقترحه رئيس الجمهورية هو مرفوض، نتمنى مجلس النواب بأن يجري تعديل عليه وشمول المادة 4 إرهاب ولا يخافوا من رئيس الجمهورية أو الحكومة، ويتذكروا أن الحكم الأخير لله عز وجل، وإن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة. شكرا لك. من معنا الآن؟ السيد أبو فاطمة من النجف، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية لك ولكافة الأخوة. أهلا وسهلا. الحقيقة ما يجري في العراق بما يتعلق بوباء كورونا خطير وخطير جدا، والإعلام ليس الإعلام وإنما السلطة في المنطقة الخضراء هي متعمدة لتخفي الحقيقة عن أولا عن العراقيين وثانيا عن العالم، لأن الأعداد يقال كبيرة جدا، ونحن لا نتمنى ذلك حقيقة. ولكن التقارير كما تفضلتم أخرجتموها والاعتداء على وكالة رويترز وغير هذا دليل على كذب هؤلاء المسؤولين موجودين في المنطقة الخضراء. ما تم فقط حتى لا يعني ننقل الصورة بشكل صحيح، ما تم هو تعليق عمل وكالة رويترز، لم يتم الاعتداء. نعم تعليق هذا طيب. نعم. لأن شفنا بعض الصور اللي فيها هذه لقطات كانت في بداية التظاهرات لعملية الاعتداء على مكاتب لقنوات فضائية. أوكي طيب. أنا أعتقد أن إيران مشاركة فعلية في نقل الوباء إلى العراق. وأخي الكريم يعني ننقل حقيقة، في النجف هنالك منع تجول، ولكن الإيرانيون موجودين نشوفهم أخي في الشوارع وفي الأسواق يتجولون، وليس لا أحد يتكلم معهم، لا شرطة ولا أي مسؤول هناك. ماذا هذا يعني؟ هذا ما هذا دليل على أنهم ينشرون هذا المرض متعمدين حاقدين على العراقيين. نعم. يريدون أن يتسببوا بقتل أكبر عدد من العراقيين، هذا هو هدفهم. والدليل على ذلك أن قضية كذلك السجناء وهذه القضية الإنسانية وكيف تم قتل 6 في أميرلي قبل كم يوم. نعم. لا يريدون أن يخرجوا، والشخص الذي يخلى سبيله لا يخرج أخي، لأن هنالك قرار الذي ليس عنده شيء وبريء لابد أن يبقى، ويسألون عليه في كل العراق بعد ذلك يخرجوا، وهذا كذب لأنهم يبتزون كذلك أولياء هؤلاء المساكين في أكبر عدد من الابتزاز والأموال إلى آخره. يعني ما موجود أخي في العالم. العالم الآن يغدق أموال على الناس وهم جالسين في بيوتهم، أموال كثيرة وكثيرة جدا في أمريكا وفي فرنسا وفي بلجيكا وغيرها. العراق منين له أخي؟ عدهم أخي، العراق عدهم أموال وعدهم خزين من يريد فلوس خلي يعطون الحصة التموينية. أنا لا أفهم شيء، يعني طحين أو سكر أو زيت أو معجون أو بيض، ماذا يكلف الخزينة حتى يوزعها الناس؟ يعني إذا إلى هذه الدرجة وصلت حقارة هؤلاء، وصل إجرام هؤلاء أخي، هذا دليل على أن هذه السلطة الموجودة هي مشاركة فعلية من قبل إيران، وما المجرم خاقاني الذي أتى قبل إلا لأن يزيد
الطين بلة في هذا البلد. أنا أشكرك يا سيد أبو فاطمة من النجف، كما وعدنا المشاركين الكرام على الواتس أب، سأقرأ الرسائل في الوقت المتبقي. أم زينة من بغداد، وسأقرأها طبعا باختصار شديد وبعجالة حتى نقرأ جميع الرسائل. تقول بعد التحية: سألت جماعة في مستشفى العزل الكرخ العام في جانب الكرخ عن أعداد المصابين بالمستشفى، أخبروني أنه صار يومين ماكو إصابات، ماذا تعتقدون؟ هل كلامهم حقيقة أم تكتيم؟ يا أم زينة، احنا ننقل الموجود وننقل الأخبار الواردة. وكالة رويترز للأنباء وكالة عالمية وتتحرى في أخبارها الدقة، والتي قالت أو عندما قالت بأنه هناك جهات طبية في العراق داخل وزارة الصحة تقول بأنه أعداد المصابين بالآلاف، هذا كلام يعتمد حقيقة ويستند أو يستند على حديث وكالة رويترز، لأنها من الوكالات الرصينة التي تعتمد في أخبارها وفي تقاريرها على الدقة والموضوعية. عموما في رسالة أخرى: السلام عليكم أخي العزيز، العفو لا يشمل سوى إخوانهم إلا الإيرانيين، أما البريء فسيبقى في السجون، الله ينتقم منهم. أبو أحمد من الأنبار. في رسالة لدينا يقول أحد المشاركين، إحدى المشاركات ندى من الدنمارك، تقول: أستاذ محمد، هاي الحكومة أو العصابة متعودة على إخفاء الحقائق عن شعبها وعن العالم، وسياسة الأكاذيب هي منهج عملهم الغير قانوني، وسياسة تكميم الأفواه والعنف والكذب حتى في أعداد مرضى كورونا. في رسالة لدينا من أحد الأشخاص يقول: إخواني أرجوكم أرجوكم طالبوا بالعفو عن المعتقلين أجمعين، وخصوصا اللي مخلص نصف المحكومية واللي عنده تنازل بالحق الشخصي حتى لو إرهاب، شنو عنده تنازل بالحق الشخصي ونحكم مؤبد أرجوكم. أحد المشاركين يقول: مشكورين على هالبرنامج، شكرا جزيلا. في رسالة من المشاركة ولاء تقول: تحياتي لك، فمن ناحية هناك أحزاب سياسية ومجموعات عراقية مسلحة قريبة أو مدعومة من إيران. في رسالة يقول أحد المشاركين: السلام عليكم بعد التحية، الحكومة وميليشياتها هي سبب دمار الشعب العراقي، وإضافة إليهم وزارة الصحة يتكتمون عن كشف الحقائق والأعداد المصابة، وإضافة إلى أن الحدود المسيطر عليها ميليشيات مرتبطة بإيران لا تحاسب المسافرين إلى العراق، وإن شاء الله نهايتهم قريبة. عفوا. في رسالة لدينا من سعد من السعودية يقول: هاي العصابات تنتهج التعتيم وإخفاء الحقائق على الشعب بشكل متعمد. شكرا يا سعد. في رسالة جميل حمود يقول: السلام عليكم، بدون زحمة عليك أستاذ، بلكي تناقش موضوع العفو العام للموقوفين والمحكومين غيابيا. نعم، يعني نحن مستمرون إن شاء الله بمناقشة هذا الموضوع. أم تقى تقول: زوجي معتقل ونطالب بالعفو العام يا أخي الكريم، بسجن الناصرية محكوم زوجها، وهسه حالهم حال لا مواجهة ولا فلوس، نريد عفو. نور من بغداد تقول: السلام عليكم، نطالب بأن يكون العراق دولة مستقلة، لا تتدخل الميليشيات، أو حكومة العراق لا تتدخل في أمورها الميليشيات، ونطالب بالعفو العام. السلام عليكم، أنا والدة معتقل، هذه الرسالة تكررت قرأناها، شكرا لك. نوار من هولندا يقول: السلام عليكم، تحية إلى ثوار العراق، وأقول لهم النصر قادم لا محال بعون الله، خلوا عندكم صبر، ستزال هذه الحكومة الكذا. في رسالة: السلام عليكم، أنا أم حسين من بغداد، أريد أسأل الدولة، يعني قالوا راح ينطون الراتب وما يقصون فلوس السلف، يعني احنا عايشين على التقاعد والله العظيم، وهم قاطعين الراتب، واحنا يعني هسه دا نمر بموقف صعب، يوقفون ويانا لو يصيرون ضدنا، الله على الظالم. احدى المشاركات تقول: انا اخويا بالسجن ما قتل، ما فهمت الرسالة، ما فهمت المكتوبة بطريقة غير واضحة، اعتذر عن قراءتها. رسالة تقول: والله ما جاي يطبقون الحظر بس ببغداد، وجاي بقية المحافظات بس على الناس الخايفة باقية بالبيت، والجوعان طلع والأسعار صارت نار، والله حرام عليهم. في رسالة من السيد أبو زكريا من كركوك يقول: السلام عليكم، نطالب بالإفراج عن السجناء المظلومين. رسالة لدينا: السلام عليكم، أنا مسارة من ناصرية، حاولت الاتصال غير متاح. رسالة تقول: أتشرف بقناة الرافدين العظيمة، أخي محمد إيش وقت الحكومة كانت صادقة في هذا الوضع، تصير صادقة مع الشعب المظلوم؟ شكرا. فاتن من ألمانيا. رسالة لدينا
يقول احد المشاركين اسم السجين حيدر مجيد حميد من محافظه واسط مسجون في سجن التاجي 2006 مخلص محكوميا نرجو اطلاق سراحه. رساله لدينا. السلام عليكم، انا اخوي معتقل في سجن الناصريه وحكمه اعدام على تهمه كيديه، لا مشتكي ولا شهود ولا تقرير طبي قبله منه. نطالب بالعفو العام والحكومه تمدد بحظر التجوال لمنع التجمعات والسجون مكتظه بالاف الابرياء. في رساله لدينا. أنا يوم سجاد من بغداد، رسالتش طويلة يوم سجاد حختصر. نطالب بالعفو العام وخاصة النساء، لأن أغلب النساء هن مظلومات وماكو أحد يطالب بهم. الله شاهد، النساء بالسجون مظلومات. في رسالة أخرى يقول أنا يوم محمد أطالب بالعفو العام، أرجو من حضرتك توصلون رسالتي إلى أي مسؤول عند غيرة. إن شاء الله توصل للي عندهم غيرة طبعا. رسالة. السلام عليكم أخي محمد، الحكومة هاي عملاء والظل هاي الحكومة مسيرة بإيد إيران عن طريق رأس البلاء المجرم خامنئي أبو أحمد. أحد المشاركين يقول هل رواتب المتقاعدين مضمونة؟ سوينا معاملة تحويل الراتب بقبس الاسم يطلع، لا أعلم بهذا الموضوع. رسالة. العفو العام للسجناء خوفا من الوباء، يعني راح يصير موت جماعي في السجون. في رسالة من إحدى المشاركات تقول والله أستاذ محمد حالتنا ضعيفة، يعني هسه ما نحتاج يعني إخواني يجون يطلعون وإحنا يتامى، يعني من وين نعيش؟ إحنا قاعدين بالبيت إيجار، أنا رقية أخويا بالسجن. في رسالة العلوية تقول السلام عليكم، أنا طالب بالعفو العام، يعني قانون العفو العام يعني لا تطلع ولا يعني لا تطلع ولا الفقير، ما فهمت يعني، بس عموما هذا المكتوب. رسالة. أنا محمد ابني مغيب من 4 سنين وهسه بالمطار بالسرية واسمه موجود عندهم. رسائل واردة كثيرة جدا. طيب هذه آخر رسالة. يقول أنا عبودي من تكريت، يا أخي صار 20 يوم قاعدين بالبيت لا شغل ولا عمل أخي، والله هاي الحكومة، يقول عفوا أخي، وهاي الحكومة قطعوا المنحة الطارئة، والله حتى قاعدين بالإيجار، الله يشهد. وصل صوتي أخويا وأشكرك. هذا ما استطعنا أن نقرأه اليوم مشاهدينا الكرام، نعتذر عن البقية لكن الوقت انتهى، نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، إلى اللقاء.